إذا كان بإمكاني العودة وإعطاء نصيحة واحدة لي عندما كنت صغيرا، ستكون لا تستسلم أبدا. إذا كان بإمكاني أن أنصح أي شخص فقط نصيحة واحدة، ستكون لا تستسلم أبدا. ومن المحزن جدا أن نرى الكثير من الناس يتخلوا عن الحياة التي يريدون عيشها فقط بسبب الحاجة للاستقرار. الاستقرار مع الأهل، الاستقرار مع الأصدقاء، الاستقرار مع المجتمع. الحياة عظيمة، فهي تقدم الكثير من الأمثلة: الفشل، الضعف، القهر، التعب، ثم الكفاح القاسي. أعتقد أن كل شخص فوق هذا الكوكب قادر على إنشاء الحياة التي يريدها. أنا لا أصدق أننا محاصرون، عالقون. أنا أرفض التصديق على أن هناك قيود وحدود. الكائن البشري قادر على فعل أي شيء، ولكن فقط إذا صدق وآمن بذلك. لأنه مع الإيمان يأتي القرار ثم العمل. لأنه مع الإيمان تبدأ بحصر الاحتمالات. مع الإيمان تنفتح على العالم من حولك وتستغل كل فرصة جديدة مختلفة. عندما نتمسك بحلمنا وبكل قوتنا، عندما نسعى جاهدين باحثين على إيجاد أمثلة على أولئك الذين مروا بنفس ظروفنا وعاشوا تقريبا نفس أحلامنا، عندما نريد أن نتعلم كيف يمكننا أن نأخذ ولو خطوة واحدة إلى الأمام كل يوم، عندما نؤمن ونكون مستعدين قابلين لتعلم المزيد، عندما نكون على استعداد للعمل من أجل ذلك، عندما نثق بحدسنا ونبرهن بعقولنا، عندما تكون لدينا الشجاعة على الثقة بقلوبنا، نصنع بذلك جسرا جديد نعبر به لعالم مليء بتحديات قد تدمرنا، لكننا نعلم أن ثقتنا بأنفسنا أكبر من أي تحديات. عندها سيكون كل شيء ممكن. إذا كنت مؤمنا به فيمكنك تحقيقه. إذا استطعت الحلم به فليس هناك شك أنك ستستطيع عيشه. قال شكسبير: شكوكنا خونة وتفقدنا الخير الذي قد لا نفوز به بالخوف من المحاولة. لأنك ستفقده قيمته، لأن النجاح كأي معدن قيم يصعب الوصول إليه، فيجب أن تسخر له كل الجهد وكل الإمكانيات التي بين يديك، وأن تكون دائما على استعداد للتعلم والبحث عن كيفية تحقيق ذلك النجاح. لا تنتظر أنه سيحدث بسرعة، قد يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع، ولكن إذا كنت ملتزما ومحافظا على ذلك الإيمان الذي يشع بداخلك، فستصنع ذلك النجاح بكل تأكيد، وسوف تحقق نتيجتك المرغوبة. لا تيأس أبدا، لا تستسلم أبدا. إن كنت لا تصدق أنك قادر على صنع حلمك الخاص، فأنت واقع تحت رحمة ظروفك الخاصة، تحت رحمة ما يحدث من حولك. الحياة هي عبارة عن تحديات وعقبات يا صديق، فهناك من يقف في مكانه، وهناك من يحاول عبور هذه العقبات فيفشل، ثم يحاول، ثم يفشل، ثم يحاول فيفشل، ثم يحاول. ولأنه مؤمن بأنه حتى ولو لم ينجح فشرف المحاولة يكفيه، سيظل يحاول وبكل الطرق حتى يصل يوما ما لذلك الحلم. لا تستسلم يا صديق. ما هي التحديات الصعبة التي واجهتها هذه السنة وكيف تعاملت معها؟ يمكنكم متابعة صفحاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير شركاء وشركات النجاح، حياكم وبياكم. طبعا اليوم زوم مع حضراتكم، ما في يوتيوب لأنه البي سي بالمكتب واللابتوب بالمكتب للأسف، للمرة الثانية بننسى. شو أخباركم يا شركاء ويا شركات النجاح؟ هل كل شيء على ما يرام؟ حيا الله كل من انضم معنا لهذا اللقاء. عليكم السلام والإكرام كل من عم يسلم. بدي أرجع أحط لكم رابط، شو رابط الزوم، شاركوا مع شركائكم وشركاتكم. خلينا إن شاء الله تعالى نبدأ سهرتنا الماتعة. الله يحييكم جميعا، يلا شاركوا يا جماعة الخير. ولا تنسوا، حياكم أستاذة مريم، لا تنسوا، مهم جدا مسألة، شو مسألة، انه لازم يكون معكم بهي السهرة كم شريك، تتذكروا لازم يكون معكم 6 شركاء حتى
تتمكنوا إن شاء الله تعالى من تنمية الفرق. طيب الآن بدي بلش مع حضراتكم ستة. نعم نعم يا سيدي، بدي بلش مع حضراتكم بدردشة. مين اللي المرة الجاية اعتذرنا، المرة الماضية اعتذرنا منه؟ الأستاذ أبو عمر. هي المايك معك أستاذ أبو عمر، من عندك بنبدأ إن شاء الله. تفضل، تحياتنا لك أبو عمر، وتحياتنا لكل شركائك وشركات النجاح جميعا. أبشر أستاذ إبراهيم، عندك حيصير المايك إن شاء الله. شلونك أبو عمر؟ أبو عمر هي المايك مجددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أستاذنا ولا غير الشبكة؟ واضح واضح الصوت واضح. أي الله أستاذ الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك، الله يسعدك يا رب. تحياتي أبو عمر الحبيب. شو الأخبار وشلون النشاط؟ شلون الفريق وشلون الاستقطاب؟ شلون التدريب؟ شلون المتابعة؟ شلون التحفيز؟ ما شاء الله أستاذنا منور، الله يحفظك ويسعدك يا رب. يبارك لي فيك. صباح الخير دي إكسين. صباح الخير دي إكسين. أول شيء أستاذنا بنحب أقول الأخوان شركاء النجاح. نعم. مين جوعا للنجاح؟ مين جوعا للنجاح؟ اكتب رقم واحد مو هيك أستاذنا؟ نعم نعم نعم، أنا أول واحد بكتب، مو واحد، أنا مو جوعان للنجاح، أنا عطشان وجوعان ومتشوق، وأنا ما بعرف النوم مثل العالم، لأني دائما عايش بالحلم بالنجاح الكبير إن شاء الله. أستاذ وسيم كتب وحدات والجميع عم يكتبوا واحد، ما شاء الله، حلو رائع. جميع. سؤال بمحله والله، سؤال بمحله. رجع يا الله ما شاء الله. هلا في واحد مثل الاخ وسيم، شوف ما شاء الله، بس تبدل الشبكه استاذنا. يلا بدل الشبكه. حياكم حياكم برقم واحد، كله عطشان للنجاح وجوعان للنجاح. حلو، أبو عمر قطع الصوت عندك والصورة بالمرة، ما لك بدل الشبكة. تمام رجعت. رجعت. هاي ديك سنية صغيرة وشي أستاذنا، بنحب نعرفكم عليها. الله يسلمك. الله يسلمك. هي ما بتعرف تحكي، بس عم تقولكم صباح الخير. صباح الخير. ما شاء الله أستاذنا، في هلا ناس عم تكتب واحد، في ناس عم تكتب اثنين، ما شاء الله شفت الأخوة ما شاء الله اللي عم يكتب اثنين وحدات وحدات، مثلا شو همته ما شاء الله، اللي عم يكتب واحد شو بده مثلا وين يوصل، واللي عم يكتب وحدات. هلا اللي ما سمع الأستاذ أبو عمر عم يقول اللي عطشان للنجاح وجوعان للنجاح يكتب رقم واحد، لنشوف كم حدا حيكتب رقم واحد. طيب أبو عمر خبرني، خبرني بما يكتبوا الشركاء، خبرني عن الاستقطاب، التدريب، متابعة، التحفيز، شو ترتيبك؟ ان شاء الله. بظن استاذنا وسيان ما عم يكتب رقم واحد، يمكن جوعان للعشر الساعة ما تعشى، مشان هيك يعني الاخوة. كلياتهم شركائنا دائما متعطشين للنجاح. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. اذا في عندنا قائد مثل قائد الاستاذ نادر، ما شاء الله. كما قال الشاعر يطبق عليه قول القائل: انا همتي همة الملوك، نفس تضيء وهمة تتوقده. هذا المثل يطبق عليك ما شاء الله، ما شاء الله إرادة وعزيمة، وما شاء الله تحفيز ومتابعة وتطوير واستقطاب وإعلانات. الله يكون معونك ما شاء الله، والله يبارك لك فريق كبير ما شاء الله. شو الهمة هاي نستمدها منك ما شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك يا حبيب قلبي، شكرا على الكلام الطيب، ونراك سفيرا لأنه عندك همة السفراء وكل شركائنا إن شاء الله. أستاذنا أنا أشعر السفارة أقل من حقه هي، ولكن السفارة أقل من مما أريد بكثير. يعني إحنا إن شاء الله ليس همنا السفارة، السفارة إن شاء الله جاية، ولكن إحنا همنا أكبر. إحنا هممنا تناطح السحاب، السفارة مجرد رتبة، ولكن إحنا هدفنا أكبر من السفارة. السفارة رتب، عندما نودع هذه الدنيا ستنخلع الرتب كليتها،
عد أول خطوة، ولكن من كان همه أعلى من السفارة سيستمر، ويستمر ذكره بعون الله إن شاء الله. سنستمر إن شاء الله، وهذا الذي نطلبه نحن. إذا جاء من بعدنا يقول قد مر وهذا الأثر، إحنا بدنا نترك أثر وبصمة بهاي الحياة. في ناس بحب أنوه، بما أنك ذكرت السفارة، في ناس هلأ بتسعى للرتب، مثل ما عم نسمع والله مع الأسف، مع الأسف يعني أنا سمعت واحد أنه عم يشتري نقاط وهيك شيان لحتى يوصل رتبة. اليوم أخ الكريم، اليوم أنت مثلا وصلت ماسي أو وصلت سفير، ويجي شخص روبي وعمولته أكثر من عمولتك، يعني أنت وصلت رتبة، بدك رتبة تعلقها على الحيط، ولا بدك رتبة بحق وحقيقة أنك وصلت هاي الرتبة باجتهاد وبجهد، ويعني تستحق هاي الرتبة، مو بدك تعلقها بالحيط. في ناس مع الأسف يعني اليوم مثلا جايين مع الدكاترة ولا المهندسين ولا غيره، بياخذوا الشهادات بيعلقوها على الحيط، ما استفادوا منها الشيان. يعني العلم ما داع، أليس كذلك استاذنا؟ لذلك اخواني لا يكون همك الرتبة، الرتبة ان شاء الله جاية، ولكن استحق هاي الرتبة. مثلا اليوم انت وصلت ماسي ولا سفير ملكي، بدك تأهيل، بدك تحقق التأهل لحتى بتصير هاي تستحق الرتبة. اليوم انت وصلت ماسي وما ما ما عندك استطاعة بتحقق التأهل، شو يعني شو الرتبة هاي اذا انت ما عم تحقق التأهل؟ لذلك ابني فريقك، ولو انه تعبت ولو انه طولت، اهم شيء يعني انك تبني وتأسس صح. اثنين استاذنا، بحب انوه في بعض الاخوة، انا تواصل معي اخ وبعرف انا من اغاربة ولكن من غير فريق، عم بحكي انا بنتناقش. ابو عمار الله يسلم لك يا عطيلة امه، مشان نسمعك. الله يسلمه يا رب ويحفظه ان شاء الله. لذلك استاذنا اتصل معي هذا الاخ، عم بيقول لي يعني انا في عندي عيله، في عندي شغل، كيف بدي اوافق؟ يعني اليوم انا عم بشتغل بالشركه، يعني زوجتي تقول لي يعني احنا ما لنا حق ولا شيء. قلت له يعني اليوم انت عم تعمل بعملك الحالي، اليوم انت خذها قاعده، لا تخلط الامور ببعضها. اليوم انت هذا كل واحد بينطبق عليه هذا المثل، يعني بدايه الطريق كلنا بنعاني من نفس المشكله. اليوم انت انتهيت من عملك، اول ما بتوصل باب البيت القي التعب واللي تعبته والضغط العمل خارج البيت، ادخل بابتسامه. لما بتدخل بابتسامه على البيت، البيت بيبتسم كلياته بوجهك. اثنين، اليوم انت عم بتدرب فريقك، في ناس مع الاسف يعني اليوم بيخلط الأمور مع بعضها، لما بيجي مثلا يتواصل مع واحد أعضاء الفريق كيف بيسوي؟ يعني في المبدأ يعني بيفضي، مثلا هو مضغوط من العمل، بيجي بيفرق طاقته السلبية كلها في فريقه، هذا ما بيصير وما بيصح. لا تخلط الأمور ببعضها، مثلا اليوم يتواصل معك لا تخلط الأمور، في عندك مشاكل عائلية، مشاكل غيره، لا تخلطها بعملك. لذلك إذا خلطت هذا الأمر بعملك، هذول يعني مساكين اليوم أنت بتدخل معنا على الجروب غيره، هذا شو ذنبه لحتى أنت بتفرق طاقتك السلبية؟ مع الأسف هاي عم نشوفها واقعيا، يعني أنا عم بحكي كلام واقعي، يعني عم بيصير، عم نخالط هاي الناس وعم تحكي، نشوف هاي الأمور واقعيا. لذلك إخواني عملنا عمل ما شاء الله، إحنا دخلنا هذا العمل بدنا نوصل للحرية، حرية زمانية، مثل ما قال سعادة السفير الملكي، إحنا بعملنا هذا نوسع الصدور ونوسع الجيوب ونوسع الحسنات. لذلك كون إنسان مرح، كون إنسان إيجابي، كون عندك طاقة إيجابية. أنا الحمد لله جربت هاي في، وأنصح الأخوة أنهم يستمعوا لمحاضرات التنمية البشرية. اليوم أنت إذا فقت الصبح تعبان وما عندك طاقة، قرر الصبح خذ لك حمام، وقرر أنك اليوم بدك تكون إن شاء الله كامل نشاطك بكامل قوتك، كون إن شاء الله اليوم أنا إنسان بدي أظل إيجابي، ما بدي أعصب خالص، وإن شاء الله شوف هاي الطاقة تستمر معك كل اليوم، لأن العقل الباطن لا يميز بين الابتسامة الحقيقية
والابتسامة مثل ما يقولون المجاملة، العقل الباطن كيف تعطيه بيستمر معك. لذلك العقل الباطن لا يفرق بين الابتسامة الحقيقية وغير الحقيقية. ابتسم إن شاء الله وراح يتجاوب معك العقل. لا تخلي الناس اللي حولك تأثر عليك. مع الأسف احنا يعني مثل ما بتعرف كل طريق فيه بدايات صعبة، بدايات غيره، في ناس محبطين، ولكن مثل ما بيقولوا طنش طنش. يعني اليوم في ناس، في أحد الأخوة بيقول لي انجاح أنت من كم يوم عم نحكي، قال انجاح أنت إن شاء الله، بس تنجح أنت بنسجل معك. قلت له وقت بنجح أنا واثق من طريقي، واثق من الشركة شو بدها تقدم لي، وأنا واثق بهاي الشركة، ولكن أنا عم بقول لك مشان فقط شغلة واحدة. الآن أنا بستطيع أسوي إعلان ممول، يجون عشرات الناس من الإنترنت وغيره. أنا لما عم بدعوك لهاي الشركة لسبب واحد، بكرة لما أنجح ما تقول لي ليش ما أجيت دعيتنا على هاي الشركة. أنا فقط لهاي، يعني أنا بدعيتك لهاي الشركة حتى تدخل معي إيد بإيد حتى نصعد قمم النجاح. أما بكرة لما بشوفني ناجح، أنا صار عندي بونص أرباح، ببرك بالبيت، بشرب قهوة مثل الأستاذ نادر ما شاء الله عليه، بيشرب قهوة بيدرب فريقه وبيدير عمله، ما بتجيني وأنت بالمعامل، والآن تبلش معي عضو جديد، ساعتها بدك تعض أصابيعك ندم. لذلك استمر معي اليوم، لا تصدقني. اليوم أنا عرضت عليك فكرة لأي شخص، اليوم تعرض عليه الفكرة، عرضت عليه الفكرة، أنا الشخص اللي بيجيني مشان فرصة عمل، أنا شرحت له عن فرصة العمل، بقول له مقولة واحدة، أنا بعرف شو بيدور ببالك، هيك بقول له، أنا بعرف شو عم بيدور بعقلك الآن، عم تقول معقولة أنا بحقق هاي الأمور كلها من خلال هاي الشركة؟ أنا بقول لا تصدقني، أرجوك لا تصدقني خالص، ولكن جرب أنت تجربتك راح تعرف ما عم بحكي شو. أما بالنسبة للأعضاء اللي عم بيقولوا ما عم بحسن بسوق، أنا حكيت لكم كتبت تعليق البث الماضي إنه كيف ببيع القهوة وهيك شيء. يعني اليوم أنا بيجيني عضو شخص، يعني اليوم أنا شايل معي قهوة، زرف قهوة، ببيع علبة قهوة، يعني بدك تحط التسعة لحتى تحصل على العشرة. اليوم مثلا أنا بروح على بيت معي قهوة، بيقول له تشرب قهوة، أقول له هون أنا بدي كاسة مي سخنة بس، ما بدي قهوة. بيستغربوا يعني ليش إنك جبت كاسة، ليش طلبت كاسة مي سخنة، يعني ليش عم تطلب كاسة مي سخنة. أنا بقدم له هاي القهوة قهوة صحية بتفيدني. هو بتعجب يعني شو هاي القهوة، صير عنده فضول إنه بيجربها، قال له تفضل جربها. لما بيجربها قال له طيب أنا بقدم لك اليوم علبة قهوة، هاي علبة قهوة جربها أنت، إذا ما عجبتك إذا عجبتك ارجع ادفع لي حقها بعدين واطلب قهوة وأنا بأمن لك إياها، ما عجبتك ما بدي حقها، اعتبرها هدية مني. لذلك في أغلب الأشخاص 98% شو بيقول لك؟ لا أنا معي مصاري، تفضل هاي حقها فورا مباشرة. لما بيقول لي يعني هاي القهوة معقولة بتسوي هاي الصحية وهيك شيء، قل لا تصدقني، أرجوك لا تصدقني، تجربتك هي تحكم، أنت جرب واعرفها. اليوم أزرف قهوة مو راح شو اسمه مثلاً بيعطيك نتيجة إيجابية، ولكن جرب هاي علبة القهوة راح تشوف شو اسمه فوائد كثير. مثلاً مثال شخص ثاني قال لي يعني مثلاً أنا طلعت بالعمل مثلاً بيسألوني شو هاي القهوة، ليش عم تشرب هاي من القهوة هاي على طول؟ لأنه أنا في شخص حكى لي عن هاي القهوة أنها مفيدة جداً للجسم، أنا في عندي مشاكل يعني مثلاً بالمعدة أو غيره، وأخذت هاي القهوة عم بستعملها. بيقول لي هاي معقولة هيك هاي القهوة؟ قل له تفضل زرف قهوة جربها وشوف، يعني أنت بتحكم، لا تصدقني أن عم بحكي هذا الحكي، لا تأخذ مني حق ولا باطل، أنت جرب وحكم تجربتك. يعني لذلك أي شخص يعني اليوم الأستاذ نادر يعني أو المحاضرين طريق دي إكسين واضح جدا والمعلومات جدا بسيطة. يعني اليوم لما بيعطي محاضرة الأستاذ حسام ولا الأستاذ بأي محمد مو راح يقدم لك شيء زيادة، ولكن شو بدي يقدم لك؟ بدي يقدم لك مهارات، وهاي المهارات تحسن تكتسبها. اليوم الأستاذ نادر في عنده طريقة، الأستاذ حسام في عنده طريقة،
الاستاذ لؤي في عنده طريقه انت بتاخذ المهارات وبتطورها على حالك، اقرا كتب. انا بالوقت الراهن يعني انه ما بحسن بقرا كتب بسبب ضيق الوقت، ولكن شو بسوي انا بارك على الماكينه من الساعه 8 للساعه 7 المساء بسمع محاضرات وبسمع كتب، في كتب مسموعه، في ناس بتقرا الكتاب بتعطيك الزبده منه، بتلخصن لك الكتاب، في كثير قنوات تقرا الكتاب بيعطيك الفائده، ما بتحتاج انك تسمع الكتاب كامل بيعطيك الفائده. لذلك اسمع المحاضرات. اليوم اخت مثلا معنا بالشركه تقول لك انا في عندي اولاد وفي عندي بيت وفي عندي زوجي وغيره ما بحسن. اليوم انت وانت اختي بالمطبخ اسمعي محاضره طوري من حالك. اليوم انا قبل دي اكس ان كنت بسمع محاضرات، بعرف انه بدي يجيني يوم والله استاذنا، قبل ما بحضر قبل ما بدخل دي اكس ان من زمان انا في عندي كان يعني طموح، كل واحد في عنده طموح هو الصيف اني اقف امام الناس واحدثهم. كنت بتخيل يعني انه بقف امام الالاف بحدثهم، ان شاء الله هذا اليوم بدي يجي. وانا هلا عم بفكر عم بدي اكتب خطبة إن شاء الله السفير الملكي، لما إن شاء الله بدي أصير سفير ملكي بدي أكتب هاي الكلمة اللي بدي ألقيها. لذلك أكتب أهدافك أخي، إن لم تكتب أهدافك لا تتحقق، بدك تنساها. ولكن لما كل ما بتيأس كل ما بيصير عندك إحباط انظر علق أهدافك، علقن على الحيط بالصالة بغرفة النوم، وين أمامك وين ما بتروح أمامك. لذلك أنا في عندي عبارة حاطة بالجوال على طول من طاقتي يعني انخفضت أو هيك شيء أتذكرها، أقول تذكر الذين سخروا منك ويريدون أن يروك فاشلا، تذكر سخريتهم حينما تتوقف وتقرر الاستسلام، لا تستسلم أبدا، تعبت صار عندك ضغط وغيره خذ راحة يوم أو يومين حتى تجدد هاي الطاقة إن شاء الله وتستمر. لذلك لا تتوقف. اليوم في دي اكس ان انا خذيتها من السفير الملكي، قلت له السفير الملكي لؤي محمد قلت له خصني بنصيحه في الرحله البحريه، قال انصحك ان تستمر في دي اكس ان ولا تتوقف حتى لو تشوف النتائج. اليوم مثلا الاستاذ نادر كان يمكن الشخص او الشخصين لحتى يسجلوا معاه في دي اكس ان صعبه، اليوم الاستاذ نادر بيفتح السيستم في عنده مئات الاشخاص مسجلين معه، وذلك بدي يجيك اليوم. في ناس أول ما دخل الأستاذ نادر 100 نقطة والميتين نقطة يعني جوز ما بيشوفن على السيستم إلا بالشهر مرة مرتين ثلاثة يعني. اليوم الأستاذ نادر بيفتح السيستم آلاف النقاط نفس اليوم، لذلك بده يجي اليوم هذا. كل طريق بده فيه صعوبات حتى لو أجينا على العمل التقليدي يعني. اليوم العمل التقليدي أول ما بتفتح معمل بدك بتحط أول شيئين، بدك تحط رأس مال، اثنين بدك مثلاً تراخيص غيره، بدك تجيك البلدية حتى تعطيك رخصة، بدك تحط بدك تجهيزات، بدك غيره، بدك كثير شغلات لحتى إن شاء الله يعني لحتى يمشي الشغل معك. بعدين مثلا اليوم في معامل أكثر شيئين بإسطنبول معامل الخياطة، اليوم هذا الشقيل قاب، هذا الشغل وقف اليوم، اليوم ما في شغل غيره، في كثير. اليوم أنت أجدتك فرصة ذهبية لعندك لعند بيتك، اليوم عم تقول لك أنا جاهزة في مصانع في مزارع في وكالات وفي أفرع جاهزة وفي موظفين وغيره على 24، بس اشتغل أنت، بس اشتغل أنت، أنت بس شارك هذا المنتج، افتح تمك مرتين لما بتستهلك لما بتاكل المنتج ولما تتكلم عن هذا المنتج، افتح تمك مرتين يعني ما بدها شيان أخواني. والله في ناس صعبة لما بتعوم يقول لك والله دي اكس ان صعبة، في ناس بتقول لك استاذنا المنتج غالي. طيب اليوم انت لا تفكر بعقلية التقليد، لما تقول لي المنتج غالي اليوم انت لا تفكر بالعقلية التقليدية، اليوم انت لما بتفكر بالعقلية التقليدية انك بالبيع بالتجارة العادية استاذنا بس ثواني مهلني لانه في عمين طرق الباب سكت. ما شاء الله حولك يا أبو عمر، سردنا معك إحنا سردنا. والله حيوه حيوه لأبو عمر حيوه، ما شاء الله حوله يعني حقيقة سردت معه صراحة بسم الله عليه. يعني فعلا الحي يحييك، مثل ما بيقول أستاذنا الكبير أستاذ أحمد دوتيبي، شو بيقول؟ بيقول الحي يحييك
بمعنى الميت يزيدك عبر عبر. فسبحان الله لما يعني بنسمع، انا سبحان الله لما بسمع المحاضرين في دي اكس ان هيك بسرد نفس السرد، ايام على الاكل بحط المحاضرات فبسرد هيك وببلش بتامل بكل كلمه. الان كنت سارد معك والله يا ابو عمر، عم بتامل مو بس كلماتك ومعناتها، بل عم بتامل ما وراء كلماتك، عم بلتمس الطاقه اللي دفعتك لتحكي كلام مثل هذا، كلام قوي بنم عن حقيقه مو بس سفير مثل ما حكيت انت بالبدايه ابو عمر، بنم عن اكثر من سفير. فيا ربي اسال الله ان اراك سفيرا، بدي انا اعطيك اكثر من هيك وقت يا ابو عمر، وانت والله تستحق، ولكن قطعنا معك تقريبا اظن شيء 20 دقيقه مشان باقي الاخوه، ومشان ان شاء الله نكمل مع الاخوه والاخوات. شكرا للكلام الظريف، الله يجزيك الخير، نراك سفيرا ملكيا انت وكل الشركاء، وهي الهمه يلي موجوده عندك حقيقه نعمه من الله حافظ عليها يا ابو عمر اذا سمعاني. هي الهمه اللي موجوده عندك نعمه من رب العباد حافظ عليها، والله 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 كل حدا الله سبحانه وتعالى بده يوجهه وينصره ويوصله وينجحه بيعطيه الهمه، لانه النجاح بكل على كل الاصعده يحتاج همه. فحافظ على هي النعمه، وكل شركائنا اصحاب الهمم حافظوا على نعمه الهمه، لانه اكبر نعمه من الله عز وجل. الله يجزيك الخير، تحياتي لك يا ابو عمر. طيب الاستاذ ابراهيم، تفضل استاذ ابراهيم، بدنا ناخذ اليوم كم يعني هيك دردشه مع الشركاء، وبدي ارجع لحضراتكم، تفضل استاذ ابراهيم. هي المايك معك يا غالي. الأستاذ إبراهيم معناته ما له جاهز. طيب شركائنا، شركاتنا بالنجاح، يعني اللهم ربي لك الحمد حمدا طيبا يوافي نعمك على نعمة البيع المباشر. أستاذي الكريم، تحياتي أخي إبراهيم، أنت معي ومساك يا ورد. شو أستاذ، أنا كتبت لك بس بدي صلي 10 دقائق إذا سمحت. طيب الله يتقبل، الله يتقبل، تمام تمام، ما قريت الكتابة تبعك، أبشر. شكرا كثير استاذي، 10 دقائق بكون معك ان شاء الله. ابشر يا غالي. طيب حلو، فاللهم ربي لك الحمد على نعمه البيع المباشر اللي عرفتنا، وعلى نعمه الدي اكس ان اللي عرفتنا على هيك طاقات، اللي عرفتنا عليكم، اللي عرفتنا على امور كثير بالحياه، طورتنا وطورت مهاراتنا، صار عندنا الحمد لله رب العالمين مساحات اوسع للابداع، صار عندنا مساحات اوسع للتفكير، صار عندنا مساحات اوسع للعلاقات، صار عندنا مساحات اوسع لنحلم اكثر، صار عندنا مساحات اوسع لنحقق احلامنا واحلام كثير من حولنا. اللهم ربي لك الحمد. صناعه البيع المباشر الحقيقيه مع الشركه الحقيقيه دي اكس ان تعطي مساحات حقيقيه، تعطي مساحات حقيقيه، لانه هو عباره عن مجتمع قائم، مجتمع عالمي. يعني اللي ما له مدرك حقيقة وحجم هذا المجتمع يراجع نفسه ويراجع المحتوى صح، ويراجع الدي اكس ان صح. واليوم كنت عم بطلع على دي اكس ان ضمن موقع دي اس اي اللي هي اساسا جمعية البيع المباشر، ولكن بالامارات مو الامريكية، ايضا بالامارات جمعية البيع المباشر اللي موجودة بالامارات، مصنفة دي اكس ان، وموجودة دي اكس ان من ضمنها، وعطيتها ما شاء الله يعني تصنيف قوي. كنت عم بطلع على الموقع، وايضا الشيء الحلو انه من مده كم شهر تم انتخاب الاستاذ سليم يلي هو اساسا المدير الاقليمي والتسويقي لدي اكس ام بالشرق الاوسط، تم انتخابه لانه يكون هو رئيس جمعيه البيع المباشر في الامارات. ليش انا عم بقول هذا الحكي؟ لانه فعليا دي اكس ام هو عباره عن مجتمع كبير جدا جدا جدا، قد ما تخيلوا اكثر. هلا انا ايام بحزن لما شخص بيكون داخل معنا جديد ولا يعلم هذه المعلومات، بحزن لانه بعرف انه هو مو شايف الدي اكس ان مثل ما احنا شايفينه. الدي اكس ان يا جماعه اكبر بكثير من دوله، الدي اكس ان اكبر بكثير من دوله حقيقه. يعني امتى العضو حقيقه بيشوف دي اكس ان من منظورنا احنا ومن منظارنا احنا وباعيننا، باعيننا احنا بيشوفها لما فعلا يطلع، لان بيكون مطلع. اما لما بيكون مو مطلع لا يمكن ابدا يدرك هي الحقيقه. الدي اكس ان عالم واسع كبير جدا جدا،
من الهند إلى الصين إلى أمريكا إلى أوروبا إلى دول الخليج إلى دول الشرق كلها إلى دول آسيا وشرق آسيا، DXN بكل اللغات، DXN بكل الثقافات، DXN بكل الأعراق والديانات، DXN موجودة بأكثر من 80 دولة بشكل رسمي وأكثر من 180 دولة أو أكثر، خليني أقول ممكن بكل دول العالم، لأنه مثل ما بتعرف حضراتكم حتى الدولة اللي ما فيها وكالة فيها منتجات وفيها أعضاء DXN. أبشر أستاذ عز الدين، تفضل يا غالي، أبشر، هاي المايك معك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي. كيفك أستاذ دادا؟ إن شاء الله بخير. الله يحييكم، تحياتي أستاذ عز الدين، كيف الحال؟ الله يسعدك يا رب، والله تمام الحمد لله، أنت كيفك، شو أخبارك؟ الله يحفظك. والله تمام وامورنا تمام، شلون العمل؟ شلون التحفيز؟ التدريب، النمو، الاستقطاب، كله تمام؟ والله تمام الحمد لله، كله بخير، دامك بخير. اخي عز الدين ذكرني من فريق، الله يحفظك، من فريق مين حضرتك؟ من فريق استاذ بتول حسني. ما شاء الله حولك، تحياتي لك، بحييك وبحيي قائدة فريقك الابلاينر الاستاذ بتول حسني الاخت الغالية. الله يسعدك يا رب، الله يخليك. الله يحفظك. هي انا اول مرة بطلع الزوم. احنا معك عم نسمع. طب بدي اسالك سؤال، انت الان شايف دي اكس ان بالنظره اللي انا حكيتها قبل شوي؟ والله شايف، وطلعت لحتى احكي بس هاي الشغله، انه بحزن فعلا لما بريد تجيب العضو الجديد بتمنى فورا يشوف دي اكس ان من منظارنا نحن. نعم، مشان انه يعني عم طلع هيك بحزن انه لسه ما بيعرف شيء، بس تعال فهمه وعيد من اول جديد ومن هالحكي هذا، بتمنى انه يشوف يكون شايف الدي اكس من منظرنا احنا، بس بحزن انه ما هو شايفنا من منظرنا، انه لسه بده تعليم وهي لحتى يقدر يشوفها من منظرنا. طيب شو الحل برايك انت مع الشخص الجديد اليوم يلي ما بيشوفه بمنظارنا احنا؟ شو الحل؟ الحل انه ندربه نتابعه. طبعا هلا في مو بس نزلت له روابط والله فيديوهات وكذا، وهيك كمان المكالمه بتلعب دور، الحكي الاخذ والعطاء بيلعب دور اكثر من الفيديوهات، لانه بجوز انت نزلت له فيديوهات ما يشوفهم، روابط ما يشوفهم، مو بس روابط، الشغله كمان نقاش اخذ وعطاء كذا هيك، يعني مو اتصال مثلا. وفي شغله حكى عنها الاستاذ رشيد، اول ما تستقطب العضو غلط انت بس تبعت له فيديوهات، تبعت له روابط، تبعت له لا تعرف عليه، شوف اسمه كذا، خذ وعطي معه، لا تحس انه عم يحكي مع روبوت فورا مثلا او رد تلقائي او هيك. هاي الشغله استفدت عليها انا كثير عن تجربتي الشخصيه، لما تحكي مع العضو يحس حاله يعني انه في اهتمام، انت عم تحكي معه يعني، وتخيره بين الاتصال ولا تحب. انا شفت الاغلب اللي عم يختاروا اتصال، يعني قبل انا كنت اشلف لهم رابط الاسم وهي من الحكي هذا، في ناس ما ترد، يعني شو تشوف ما ترد، لا تكتب اسم ولا اي. فوقت اللي بلشت اخذ وعطى، ممكن اتعرف عليك اخي بما انه بده يصير بيناتنا شغل وهيك، فيصير اخذ وعطى وهيك. بعدين قال له بتحب مكالمه نحكي ولا ابعث لك فيديو هذا انه مشروع فيه فكره العمل، ببعث له الفيديو اللي حضرتك مسجله برابط الاستقطاب. ما شفت الاغلب انه عم يختار الاتصال، والاتصال افضل طبعا، لانه عم تحكي معه انت بتجي احسن، يعني منهم بختاروا فيديو ببعث لهم فيديو. فهي الشغلة مهمة، مو بس انه نشلف روابط للأعضاء ولا مو بس نشالة روابط او شيء، دي يكون في اهتمام اخذ وعطى، انه كيفك، شو اخبارك، شو صار معك، كيف الامور، كيف الكذا، يعني مثل حضرتك كمان انت مثلا باللقاءات اوقات تغير شكل طالعنا بتشوفنا، انه طمنونا شلون هاي، شلون كيف الشغل، كيف الاستقطاب، كيف هاي. فانت يعني خبرة ما شاء الله عنك استاذنا، الله يبارك فيك، خلينا اياها، ربي يحفظك. تعرف أخي عز الدين، بالنسبة لموضوع الاتصال ليش هو سبحان الله بيعمل نتائج ظريفة؟ لأنه فعليا أول شيء بتكسر الجليد بينك وبينه، تمام؟ يعني بيكون يعني سبحان الله المخاطبة هاي بتعمل ألفة، تمام؟ يعني ممكن بس اطمئنان عن حاله، هو اطمئن عن حالك، انكسر هذا الجليد. لما تبلش بتحكي ولما بيشوف أنه في شخص عم يحكي معه، بيكون يعني قوة الكلمة أكثر ما يكون صحيح. فيديو أو يكون الكلمة إلى أثر، بصير يعني الجواب له أثر غير لما بيشوفه بفيديو. صح والله، وقت تكسر هي تصير ثقة وهيك، يعني
بختلف الوضع يعني، حتى قناعته بالفكره بتصير اكثر يعني، حماسه بزيد اكثر يعني، قوه الكلمه مثل ما انت حضرتك. نعم ما شاء الله حولك، والله كلامك 100% سليم، واستفدنا كلياتنا من يعني تذكيرك لهي الجزئيه، واكيد الموجودين معنا استفادوا انك ذكرت بهي الجزئيه، لانه حقيقه مهمه جدا جدا. مو والله نبعت رابط او نبعت كلمتين كتابه على شات او لا، ابدا بالعكس، الكلمه مؤثره جدا، والحديث والحوار والاجابه على اعتراضاته يعني، حتى من اهم الاشياء اخي عز الدين اللي بيتصرفوا فيها رجال المبيعات اللي بيكونوا فعلا دارسين المبيعات، لما بيتعاملوا مع العميل وبيطرحوا عليه منتج معين، فلما العميل ما بيكون عنده اعتراضات وما بيكون عنده قرار شراء، فبيحاولوا ياخذوا من عنده الاعتراضات. يعني لما بياخذ قرار الشراء اوكي الامور ماشيه، بس لما ما بياخذ قرار شراء وهو صامت، فرجل المبيعات فعليا ببلش يحاول انه يسحب الاعتراضات من عنده، لانه كل اجابه على اعتراض من اعتراضات العميل، او احنا خلينا نقول بصناعتنا العضو، كل اجابه على الاعتراض بتكون انت فكيت يعني عقده من العقد، تمام؟ لانه فعليا مثلا احدى الاعتراضات المشهوره هو غلاء المنتج. يعني اليوم في سيده من الفريق بوجه لها تحيه عم تحاكيني، عم تقول لي انه هي عم تواجه صعوبه بموضوع الاعتراض على المنتج، على سعر المنتج سوري. فكان جوابي لها اساسا جوابي اللي هو جواب على طول، انه فعليا لما احنا بدنا نجاوب عن سعر المنتج ككلمه غالي، بدنا نسال مقارنه بشو. يعني لما شخص انا بترد بيقول لي غالي، مقارنه بشو؟ اذا عم تقارنه بمنتج رديء التصنيع كيميائي، اذا احنا ما لنا عم نقارن صح. بدك تقارنه بمنتج شبيه له، اذا بدنا نقارنه بمنتج طبيعي. فبتلاحظ انت الان اذا بتقارن منتجاتنا بمنتجات طبيعيه موجوده بالاسواق، هي منافسه، هي الأرخص تقريباً بين المنتجات الطبيعية، لأنه في منتجات طبيعية الآن لحنا مطرح ما لنا موجودين في إسطنبول تباع بأضعاف أسعار البي إكس. هكل أحوال الأصد وين؟ الأصد أنه لحنا وقت منحاور مثل ما تفضلت أخي عز الدين، منحاور الشخص اللي استقطبناه أو اللي عم ندربه، فلحنا هون لح نواجه الاعتراضات. يلي ما بيسمع الاعتراضات يعني، يلي هاي بالمناسبة مشان تأخذوها قاعدة مشان تفرحوا لما تسمعوا الاعتراض، إذا ما سمعتوا اعتراض من الشخص اعتبروا أنه هو ما له مهتم ولا حينطلق، تمام؟ ليش؟ لحلكم ليش؟ الدليل موجود عز الدين، شوف لاحظها. الدليل موجود، لأنه فعلياً أنت كلياتنا الآن شوفوا هذا المثال اللي حأضربه، أنتوا حتفهموا علي شو بدي ولوين بدي أصل. لما اللي احنا منروح منشوف شقة لنشتريها أو نستأجرها أو سيارة لنشتريها أو نستأجرها أو أي شيء آخر، تمام؟ بس أنا عم بضرب أمثلة. طيب لما اللي إحنا ما بتعجبنا أبداً، الشقة ما عجبتنا أبداً، لا موقعها، لا أرنتها، لا شكلها، لا بليكونتها، لا أطلالتها، لا كسوتها، ما عجبنا شيء، سؤال. فعلاً هل بنعترض على شيء؟ رح تصير تقول له إيه بس مشان تخلص منه، مشان تخلص من ماشي خلص. شو بتعمل انت؟ طيب يلا الله يسر، ومنشوف سيدنا منشوفه من حاكيك، صح؟ لانه صحيح. انت اساسا لاحظ، انت اساسا ما عندك اعتراض، ليش؟ لانك انت اساسا معترض على الفكره كامله، مالك متقبلها، خلص ما عندك اعتراض. الان عندك اعتراض على تفاصيل. يا عيني عليك. الآن لما بتكون الشقة عاجبتك وموقعها عاجبك وكل شيء عاجبك، بس في عندك مشكلة واحدة، إنه ما في أسانسير، فأنت بتعترض على هذا الأمر، بتقول له يا أخي والله كل شيء تمام، بس شو مشان الأسانسير؟ إمتى بيركب الأسانسير؟ إمتى بيركبوه؟ بتلح على تركيب الأسانسير، ليش؟ هذا اعتراض، لأنك أنت راغب. راغب بالشقة، عندك اعتراض على تفصيل واحد، ما عندك اعتراض على الآن. أيوة. الآن بكل أدرؤ، خذوا هذا المثل يا شركاء ويا شركات نجاح، وأسقطوه على كل شيء بيعملنا. لما بيجيكم شخص وبيحكوا معه وكذا، ويبلش بيعترض السعر غالي وكذا، هو مهتم، هو بده الفكرة بس بده يقتنع، ليش السعر غالي؟ شو يعني شو يعمل بهذا المنتج؟ شلون ببيعه؟ كيف؟ بدل ما سمعتوا الاعتراضات هاي، هون أنتوا ساعتها بتبلشوا بتفكفكوا العقد اللي موجودة، لأنه هاي العقد بتكون أساساً موروثة من الأبوين، موروثة من التفكير الخاطئ يلي سائد، يلي هو الرخص معناتها التوفير، الوظائف
الأعمال الآمنة هي من خلال وظيفة أو من خلال، يعني فكرة الاستثمار أساساً مو موجودة عند كل الناس، لا استثمار الوقت، لا الجهد، لا استثمار جزء من المال. على كل أحوال الاعتراضات كلها، إذن هذا شو مهتم، هذا اللي بدي أقوله لحضراتكم. بتشكرك لفت نظرنا لشيء مهم أستاذ عز الدين، بتمنى لك السفارة إن شاء الله وأنت أهل لذلك. تحياتي أستاذ نادر. هلأ بالنسبة كمان لفهم الاستثمار وهي الشغلات هاي، بنصح أنه تطوير الذات، أهم شيء تطوير الذات. في شخص أنت زتيت رابطه مرة، شارح كتاب فن اللامبالاة، بنصح كل فيه، هذا كتير كويس، بقرأ كتب وبشرحها وطريقته ممتعة ومقنعة وكتبه حلوة، بقرأ كتب حلوة كثير. أنا استفدت وتغيرت حياتي من ما تابعته، ويعني المنظورات الفكرية صرت أشوف الحياة بشكل عام، المشاكل هاي من غير زاوية. يعني صرت أشوف، كنت من قبل كنت مالي حاسس حالي، كنت حسيت حالي كنت جاهل من قبل. ما الواحد تطور ذاته، أهم شيء تطوير الذات وتعرف الاستثمار، وحتى هاي طرق إقناع الآخرين، في كورسات طرق إقناع الآخرين. شفت شغلة تفصيل إنه هذا واحد ناشرة، المهم شفت إنه اللهم صل على النبي، ثقة. الثقة هلا هي على، رجعنا على سيرة الحوار، الثقة وتكون في ثقة شوي بينك وبين الشخص، تصير نسبة قناعته بفكرتك تصير أكثر، تكون في ثقة. على أول ثقة شوي صغيرة خلص تحاور معه، هاي ثقة شوي صغيرة يعني بمشي، بصير قناعته، يعني نسبة قناعته أكثر، تصير التأثير أعلى. بالنسبة لتطوير الذات حضرتك حكي عنه كثير، بنرجع نذكر فيه، كثير ضروري تطوير الذات لحتى نتعلم شغلات جديدة عم تطلع. يعني إذا ما الواحد طور ذاته بضل واقف مكانه، والعالم عم يتطور هو ذاته واقف مكانه، فتطوير الذات كثير مهم. نعم يا سيدي، من مدة تقريبا يومين قرأت مقولة رائعة جدا، اسمعها يا شركاء واسمعها أخي عز الدين. المقولة بتقول: إن لم تفعل يوميا شيئا يقلقك فأنت لست على الطريق الصحيح. هو شو الشيء اللي بيقلقك؟ هو القصد انه بطريق النجاح دائما في ابداعات، في الانسان بيعمل اشياء جديده، تمام؟ الاشياء الجديده هي، يعني اضرب امثله، احنا هلا بنظامنا في دي اكس ام، المحاوله للاستقطاب بطريقه مختلفه، المحاوله لتدريب الفريق بطريقه مختلفه، الابداع واختراع نظام عمل معين، هذا يقلق. يعني أنا بقولكم وقت أطلقت منصة العمل صح 1 2 3، أنا واثق من الشيء اللي عم بعمله، بس أيضا قلق من نتائجه. يعني إنه هل يا ترى حيتقبلوا، هل يا ترى حينجح، هل أنا حضيع مثلا 7 أو 8 أشهر من تطوير المنصة وأدفع المال والجهد والوقت، وهل حينجح؟ هذا مقلق. كتير أمور عملناها تشعر بها بالقلق، ولكن للأمانة مع تكرار الإبداع وتكرار الأفكار الذكية والجديدة والتطوير الذات والعمل بشكل مختلف يوميا، تشعر بالقلق، ولكن سرعان ما تعتاد على القلق فيصبح بالنسبة لك راحة. إذا ما شعرت كل يوم بالقلق لا ترتاح. تمام. صحيح. تحياتي أستاذ نادر، أنا مشان ما أطول، مشان في إذا في شركاء أو شركات بدون يطلعوا علي، مشان ما أطول عليكم، تحياتي أستاذ نادر. الله يحفظكم. تحياتي يا خالد. تصبح على خير دي إكس إن. حياكم الله. صباح الخير دي اكس ان. علقت الصوره عند استاذ نادر، وقف النت عنده. الله يحفظك. ابشر ابشر. وقفت الصوره. وقف الصوره عندي شغاله ولا واقفه؟ ها هلا مشي الحال، كان رايح الصوره. تمام. ما عندي الا ما عندك. تمام، جزاكم الله خير. ما بدي اطول عليكم. حياكم. حياتي يا جميع شركات النجاح. ونراكم سفراء ان شاء الله. إن شاء الله سويا إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يعني الأخوة والأخوات شركاء شركات النجاح، مثل ما عم تشوفوا معنا اليوم ما شاء الله الهمم العالية، خلينا نرجع لإبراهيم الحبيب. يلا آخر حدا حناخده اليوم الأستاذ إبراهيم، لأنه فعليا بدي أكمل مع حضراتكم هيك الفقرتين التدريبيات إن شاء الله. تفضل أستاذ إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النجاح. حياكم وإياكم. كيفك أستاذي؟ الحمد لله، والله بنعم من الله. شلونك أنت مسيو إبراهيم؟ شلون العمل، التحفيز، التدريب، الأمور، الانطلاقات؟ الحمد لله، بنشكر الله. شو الترتيب عندك؟ الحمد لله، إن شاء الله. صوتك عم يقطع بس. انطلقنا من جديد إن شاء الله، وما عاد توقف.
ما شاء الله حولك، الله يفتح عليك فتوح العارفين. إن شاء الله أستاذي. طيب إن شاء الله على الإعلان الموال راح نشكل فريق، وإن شاء الله يكون فريق قوي ونبلش عمل جاد وعمل ناجح إن شاء الله. إن شاء الله، كفو والله كفو يا سيد إبراهيم. أستاذي حكيت مع أبلينتي من يومين. نعم. كانت عم تفكر قال إنه بدها توقف الشغل. نعم. أستاذ رهف. نعم. قال إنه الأمور ما عم تتيسر عندها بلبنان وهيك، فما بعرف. شوف أخي إبراهيم، بالنسبة لموضوع أي حدا بيكون عنده ثقة وإيمان بالشيء اللي عم يعمله ما بتوقف إذا بيكون باليمن. لبنان أحسن من اليمن، وإذا بيكون بسوريا ما بتوقف. إحنا معنا ماسيين بسوريا ومعنا سفراء باليمن، لكن أنا بقول لك شيء، اللي دائما بيكون عنده ظرف معين خاصة ببدايات الدي إكس إن، هي كمان بقولها لشركائنا إنه لا يقلقوا عليها. يعني هذا هلأ مثال مثلا أمامنا انحكى، إنه لا يقلقوا الشركاء والشركات إذا هن انضموا عضو معهم وهذا العضو مثلاً قال لك هيك فجأة قرار التوقف. طيب أنا بدي استأذنك أخي إبراهيم، بدي أحكي بهي جزئية حخليها فقرة تدريبية، تمام؟ هي مهمة أكيد. جداً أكيد. الله يحفظك يبارك فيك وتحياتي لك. يا جماعة الخير، شوفوا لاحظوا هلأ أمامنا لحنا تحدي كبير. هلأ إحدى السيدات في فريقنا، الله يبارك فيك ويحفظك، تحياتي لك. هلأ إحدى السيدات بفريقنا مثلا بلغت الأستاذ إبراهيم، قالت أنا بدي أتوقف، تمام، أو عم بفكر أتوقف. طب هذا الأمر سؤال أنا الآن بالنسبة لي غير مقلق، لأني أنا أساسا شفته وشفت يعني آثاره وشفت نتائجه وشو ممكن يكون السيناريوهات المحتملة. أنا بعرف شو السيناريوهات، هلا هنحكي فيه. هلا حضراتكم كلياتكم معرضين لأنه حدا من فريقكم يخبركم بالتوقف، أنا بدي أتوقف. شو ردة الفعل لتكون؟ أحزان؟ طب شو لازم أعمل؟ المفروض أنا بالنسبة لي كراعي فريق المفروض أني أتواصل شوف مشكلة هذا العضو، تمام؟ هذا مهم جدا. هلأ إن شاء الله حنعمله هيك فترة 15 دقيقة تدريبية لأنه مرقت فيه خلال 3 سنوات مع كثير أشخاص. المفروض أنه نتواصل إحنا نعرف شو مشكلة هذا الشخص، لأنه ببعض الأوقات الناس اللي بدت معنا ممكن يكون عندها حماس شهر شهرين ويفتر لأنه ما أخذ نتائج. فإذا كان هي هي المشكلة فلحنا بنرجع بنورجي المشروع بالطريقة الصحيحة، لأن المشروع تبعنا مو مشروع يعطي نتائج بشهر وشهر. المشروع تبعنا مشروع زراعة، نرجع بنعطي النظرة الصحيحة للمشروع، بنرجع بنسقف على ثقافة إنه هذا مشروع العمر فعلا هيك، ومرجع بنسقف إنه ممكن السنة القادمة وين تكون، ممكن السنة اللي بعدها وين تكون باستمرارك. يمكن الآن أنت بعام 2022 ولا شيء، بس إذا أنت أخذت قرار الاستمرار هلأ ممكن تكون بعام 2025 سفير، يكون دخلك $50,000، تكون عملت نجاحات حول العالم، يكون لك مكانة بشركة عالمية أكبر من دولة، يكون يكون يكون. وممكن هلأ إذا أنت أخذت قرار التوقف في عام 2025 ترجع تقلي بدي بلش. هذا حصل، والله حصل. أنا معي هلأ أعضاء بلشت دعايتها للدي إكس إم بداية الدخول ببدايات 2020، وهلأ رجعت للعمل وحاب الشغل. يعني في ناس عملت دورة معنا وفي ناس اشتغلت شهر وفي ناس حققت 100 نقطة وتوقف، وهي النزيرة عم تحط إيديها على عيونها. أنا بالبداية العمل حط دعيتها للشركة رجعت من جديد، يعني رجعت من تقريبا 6 أشهر. ففعلياً وين الأصد؟ الأصد أنا هلأ بالنسبة لي هذا التحدي بواجهه بكل صدر رحب. هلأ أنا أجيت حكيت مع هذا الشخص، حاولت أني أنا رد مثل بيقولوا شيل الغشاوي عن عيونه. مو مشروع انك تاخذ $100 بشهر ولا $200. يمكن في ناس اذا اخذت اول شهر $100 بتستمر، بس اذا ضل ياخذ $100 شو الفائده من $100؟ اذا ضل ياخذ $200 شو الفائده؟ لا، انا ما بدي $100 من اول شهر ولا بدي $200 من اول شهر، انا بدي بعد سنه اخذ $2,000 أو $3,000 بالشهر، انا بدي بعد سنتين او 3 سنوات اخذ $10,000 بالشهر. ففعليا لما نتذكروا اللي اخترع رقعه الشطرنج، لما اجى ليكرمه الحاكم قال له شو طلبك؟ قال له بدي تحط لي بأول رقعة شو؟ مين بيعرف القصة؟ قال له بدي تحط لي بأول رقعة
قال له بدي تحط لي بأول رقعة شو؟ أمحى أمحى. قال له بأول بيت بأول الرقعة بدي أمحى، بس يا مولانا بدي تضاعف لي. آه لاحظت الأستاذ آيات حكيتها. قال له يا مولانا بدي تضاعف لي الأمح، بكل بيت بتضاعف لي عدد الأمح. أول بيت أخذ أمحة، ثاني بيت أمحتين، الثالثة أربعة، الرابعة ثمانية، بعدين 16 32 64 128 256 512 1024، وأنتم ماشيين لوصل لنهاية الرقعة نفذ. آه الأستاذ آيات عفارم عليك، نفذ محصول القمح وما وفى حقه. عفارم سنة وما وفى حقه، لاحظتوا؟ لأنه زكي ما قال له بدي كيس أمح، عرفتوا؟ ما قال له بدي كيس أمح، قال له حط لي أمحة وضاعف لي إياها. يا جماعة نفس الأمر، ولكن المهم بالموضوع أنه يكون الأبلاين أساساً ثقافته صحيحة. إن شاء الله لما بصير عندك توقف أو حد بده يتوقف ترجع أنت حطه على الطريق الصحيح. يا جماعة كم حدا من عوائلنا ترك الصلاة؟ شو هي الدي اكس ان امام الاخره؟ ولا شيء، هي كلها زائله. ربنا سبحانه وتعالى قال انه ما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، بس وجهه اللي بيبقى، ما في شيء بيبقى. طب شو هي الدي اكس ان امام الاخره؟ في ناس مستهونه بصلاتها يا جماعه، ما عم تصلي. سؤال، هذا شو حل الحل تبعه؟ الحل تبعه نحطه على الصوره المستقبليه للموضوع، الصوره المستقبليه يوم القيامه، شو الحساب، شو العذاب، شو الوضع. كثير خطير، عرفت شلون؟ فالقصد انه اللي بتوقف عن الصلاة، هل هو يتوقف لإدراك ولا يتوقف لعدم إدراك؟ نفس الأمر، نحن لله المثل الأعلى، بس شأنا انه وضح الأمور. نفس الأمر لما شخص معكم بيكون متحمس وبعدين مثلا بيقرر يتوقف أو بيغيب بيتغيب وكذا، مفروض انه كراعي فريق نحطه على الصورة الصحيحة للمستقبل. مستقبل كبير مع دي اكس ان يا جماعة، مستقبل كبير مع صناعة البيع المباشر. لأن هل يستوي عضو موجود مع مني بالسفير؟ في معنا سفراء، في معنا ناس تقبض $50,000، في معنا ناس حول العالم فراء، في معنا ناس تكرم في الاحتفال، في معنا ناس تحضر مؤتمرات بدعوة، دعوة بس بيدعوا للمؤتمر. يا جماعة في ناس دفعت لمؤتمر انطاليا الآن 300 يورو، السفراء اندعوا، إذا فاضي سعادة السفير من فضلك تجي تشرفنا المؤتمر. يعني مكانة و يعني بونس كبير ونجاحات وعلاقات وفخامة حول العالم، وين ما ذهب يكرم مع شركة أعظم من سبحان الله من دولة حول العالم. فالقصد وين؟ قصد أنه رؤية المشروع تكون واضحة. فلحنا دائما من وقت بيصير هذا الشيء، وهذا حيحصل مع كل شريك منكم، حيحصل توقف، حيحصل شخص يتوقف ويكون متحمس. أصحك تشعر بشعوره، بل لازم يشعر بشعورك. والله يحطوا ليها بين قوسين، لما بيتوقف معك شريك كان نشط مثلا وحابب وكذا، اذا شعرت بشعوره انت اخذك معه على لا شيء، لازم هو يشعر بشعورك. فلذلك انت لازم تكون المبادر وتخليه يشعر بشعورك اللي انت ما شعر. فلذلك فضل الله سبحانه وتعالى لم اشعر الحمد لله رب العالمين بلحظه من وقت ما بديت لهلا، لم اشعر ابدا باي شعور الحمد لله سلبي لما بسمع انه فلان توقف. ويا ما توقف اشخاص لأنه للأسف متعجل، بده النتيجة من أول شهر، والله مل من الحكي، والله مل من المتابعة، والله العمل ما في شيء اسمه مل. هل بمل الواحد إذا كان موظف؟ هلأ في ناس تطلع على وظيفته وبيكون عم يقاتل دبان وشه بالعامية بيقولوا، وبيضل بيطلع على وظيفته. يعني بيكون كرهان حاله عم يطلع على وظيفته. طيب هلأ هذا بيسترجي مل، بينما احنا فهمنا لعملنا وفهمنا لثقافة المشروع، فهمنا لثقافة الحرية المالية، وفهمنا وين رايحين. لا يجعلنا بالعكس تماما، يجعلنا دائما متحمسين. لا يعني ما بنشعر ابدا الحمد لله رب العالمين ملل، بل بدنا ساعات نحن اكثر. يعني انا عمي ببدا نهاري يا جماعه، ببدا نهاري مع العمل الساعه 7 الصبح متفرغ للبيع المباشر، ببدا نهاري 7 الصبح ايام ما بخلص الساعه 12 مستمتع، لا اشعر على الجوع، ما اشعر غير بصداع ايام، لما بصيبني الصداع بقول اوف والله انا نسيان حالي بالاكل. لأنه نحن عايشين متعة الوصول، متعة الحماس للعمل، متعة الإنجاز، متعة أنه نحن نساعد على أنه شريك ينجح، متعة أنه نزيد من أرباحنا، متعة أنه نزيد رتبتنا، وهكذا يا شركاء. فبتشكر الأستاذ إبراهيم، حياكم وبياكم وربي يحفظكم جميعا. الآن يا جماعة الخير خلينا سوية نعمل المسابقة على الرواق من هلأ مشان ما يصير تأخير فيها. 5 أسئلة،
خمسة أسئلة سهلين، ثلاث أسئلة، أنا ده ليش عم خربط آخر يمكن نصيروا خمسة ثلاث أسئلة سهلين ثلاثة صعبين رح نحاول كمان نناقشهم إن شاء الله. جهزوا حالكم شركائنا شركاتنا. طبعا الآن بدي أرجع كرر اعتذاري في مين طلب قبل الشهرابة يوتيوب، والله ما عملت لأني بالبيت للأسف للمرة الثانية اللابتوب بالمكتب وعم بنسى حقيقة، ركبت سيارتي جيت على البيت وسبحان الله مخي بالاجتماع بس نسيان اللابتوب بالمكتب. الله يحفظكم يا شركائنا، بس طبعا مثل هذيك المرة بنزله بكرة إن شاء الله، بحمله على اليوتيوب غدا إذا الله رد. يا شركائنا يا شركاتنا، لاحظتم مع من أول مداخلة كانت الأستاذ أبو عمر فيها همة كبيرة، ثاني مداخلة للأستاذ بحيي الأستاذ عز الدين فيها فائدة وتحفيز كبير، ثالث مداخلة الأستاذ إبراهيم باعتبرها أنا مداخلة فيها سؤال، باعتبرها فيها سؤال، يعني جيد جيد، ولكن المداخلات بدناها تكون حماسية تحفيزية تدريبية، اللي عنده شيء ظريف يقدمه، اللي عنده تجربة ظريفة تمام. الأسئلة اللي بتكون مثلا فيها مشكلة أو فيها شيء بعتوها جروب منحلها بالجروب، بعتوها مثلا على الخاص منحلها، لكن خلونا هون دائما بهذا الاجتماع نرجع نجدد نشاطنا. أنا سبق وقلت له لإبراهيم هذا الحكي سبحان الله، بس هو كل ما أفتح له مايك رح بطل أفتح له مايك، كل ما أفتح له مايك بتلاقوه بحكي له شيء هيك قصة بس طبعا هو استفدنا منه، لأنه إحنا أكيد لازم نشوفه لهذا الشيء، لا يمكن الشمس تتغطى بغربال، رح نشوفه كلياتنا ونضل نشوفه إنه شخص متحمس توقف، هذا أمر طبيعي. بس إحنا وين القصد إبراهيم؟ القصد إنه إحنا بدنا حدا يطلع هيك يجدد الروح، يجددنا، والله أنا عملت ساويت، أنا بعت، أنا استقطبت، أنا حفزت، أنا الحمد لله عم بنجح أنا تمام، يحكي لنا هيك مشان إحنا كلياتنا نتنشط. احنا هي الاجتماعات الاصل منها شو هو؟ الاصل النشاط منها، الاصل انه نحن ندفع بمعنوياتنا كلياتنا الى الاعلى. المسيره نحو النجاح مو يوم يومين، نحتاج طاقات دائما نجي نشحنها من بعضنا، نحتاج انه نحن ناخذ قصه ابو عمر والله العظيم يا جماعه الله يا ربي يحميه بسم الله عليه، شعرت نفسي عم بتدرب مثلكم قاعد هيك عم بحضر ومبسوط عم بتحفز بكلامه سبحان الذي خلقه، وبوجه لك اكبر تحيه ابو عمر والاخ عز الدين، حياكم الله اليوم انتم يعني والله متعتونا بهذا الكلام حقيقه. يعني بيجي شخص بجايب لك حل معه، ابو عمر اليوم كان يحكي عن حل، يعني مو بس حل حلول، قال لك انا هات لي كاسه مي سخنه، انا بشرب قهوتي الصحيه. يا جماعه هاي طريقه استقطاب عظيمه، هاي طريقه استقطاب بالمحتوى، ما اجى هيك مجابهة للشخص قال له خذ هي قهوة صحية واشتريها وكذا، ذاك بلش يقول لا ما بدي بعد عني، اجى بطريقة حقيقية حكمة، انا بشربها قهوتي الصحية، طب خذ، قال له طب شو هي، قال له بتحب تجربها اذا استفدت حاسبني، قال لك والله الزلمة بيغجل مني تفضل هي حقها. يعني في 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 تخطيط، في فراسة، في ذكاء عند شركائنا، كل شركائنا الموجودين شركاتنا، احنا ما القصد نزود حدا عن حدا ابدا، بس القصد انه فعلا الناجح يتمتع بالفراسة، يتمتع بالذكاء، يتمتع بالتخطيط، بتغيير الاسلوب، ليس ناقل. يعني في مقوله بيقولوها الاخوه المصريين شو بيقولوا، ده حافظ مش فاهم، مثلا شخص والله حافظ مش فاهم قاعد يردد بس يردد واخر الشيء بيقول لك ما عم بنجح انه عم يردد، بل لازم انت تكون مدرك للشيء اللي عم تعمله، يكون عندك بداخلك شيء جديد عم تطوره، كل يوم في عندك مهارة عم تجربها، كل يوم في عندك طريقة عم تجربها حتى تنجح بكل المجالات، هيك بكل المجالات، ما بالك بمجال مثل مجالنا يوصل لمواصيل كبيرة، يأخذ بالإنسان إلى مراتب عليا. ربي يحفظ الجميع، جهزوا حالكم الأسئلة شركائنا شركاتنا بالنجاح. هلا برشات تبعكم، أما بلش أسئلة خيني يا رشات تبعكم، تحياتي لكم جميعا. أنا من داخل سوريا عم أشتغل، واجهت صعوبات كتير وغلاء والمنتج، بس أنا مؤمنة بالعمل. أستاذي هنادي بحييكي وشركتنا العظيمة، وحصلت على رتبة من كم يوم وبعد تعب وجهد سنة وأنا مستمرة، لا يمكن أتوقف. الله هلا أريد تعليق. الله يا أستاذي هنادي، الله يبارك لك يا رب بتعبك، الله يبارك لك بجهدك برتبتك بنجاحاتك. الآن الأستاذة هنادي عم تحكي تجربتها، عم تقلك أنا موجودة بسوريا، عم تقلك أنا استمريت سنة لأصل لأول رتبة، المهم وصلت. يعني في مقولة بتقول أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل، أنت سفيرة يا أستاذة مو أول رتبة، أنت سفيرة بتفكيرك، أنت سفيرة بهمتك، أنت سفيرة بإيمانك، سفيرة بالشي اللي عم تعمليه.
بينما في ناس موجودة ببيئة أفضل من بيئتك بكثير. هو أول شهر وثاني شهر قال لك أنا توقفت والله ما حققت نجاح. والله يا أستاذي أنت سفيرة، وكل مين بيفكر بعقليتك، كل مين بيفكر بهمتك هي وبإيمانك هو سفير، سفير قبل أن يصل سفير. لجماعة الخير بيقول لك التجربة، لاحظوا هلأ قبل شوي سمعناها وقت كنا حاطين البرنامج التحفيزي بداية الزوم، بيقولوا لك التجربة الفاشلة هي شرف للنجاح، التجربة الفاشلة شرف للنجاح. لو ما نجح الإنسان أساسا شرف التجربة شرف، تمام؟ شرف التجربة شرف. الآن اللي قاعد يسعى ويجاهد ببيئة صعبة هو ونتائج بسيطة وعلى مهل عم يتطور، هذا سفير. هذا لقب سفير. كل مين موجود معي، الأستاذة هنادي وكل الشركاء الموجودين معي يلي قاعدين يحاولوا كل يوم وقاعدين يتعبوا كل يوم وقاعدين يجهدوا كل يوم وقاعدين يناموا هنا يفكروا كيف بدهم يطوروا أنفسهم، قاعدين يحلموا قبل النوم كيف ممكن يكون أحوالهم، ويصحوا مبكراً ويحطوا اللي حلموا فيه بالفعل وقاعدين يبذلوا، هدول سفراء. سفراء ولو ما وصلوا السفارة الآن حيوصلوها بعدين، من الآن سفراء، سفراء بهمتهم وسفراء بتفكيرهم. فبحييكي والله، بحييكي والله، بحييكي يا أختي الغالية، ويا رب نراك سفيرة وأنت كذلك وكل شركانا، الله يبارك بجهودكم. أيضا الأستاذة بتقول بحييكي، الله يحفظك، الله يبارك فيكم جميعا. في عنا أستاذ محمد مثل صفحة الإلكترونية طبعا تجمع كل منتجات موجودة في تركيا وما فائدتها. أستاذ نادر بدنا صفحة عن المنتجات العربية وما هي الفائدة. هلأ في قناة تليجرام، ما بعرف إذا أنا شاركت لكم إياها كذا مرة، والله تحطونا اللي عنده إياها، في قناة تليجرام فيها المنتجات وفوائدها. الـ DXM بشكل عام بالموقع تبعها بتحط المنتجات والوصف تبعها، يعني الوصف العلمي مثلاً فطر الجانوديرما اسمه شو هو بين شو بتكون، بس ما بتحط مثلاً أشياء أكتر من أنه هيك. الفوائد دائماً شوي مبعصرة لأنه هي بتكون اجتهادات من الأعضاء، الأفضل أنه تكون عن طريق الإنترنت تشوفوا فوائده، تمام؟ وفي تليجرامات عاملينها وشارحين، وفي طبعاً محاضرين على اليوتيوب منه الأستاذ أحمد العتيبي، بوجه له تحية أبلاينا الحبيب، عامل محاضرات بفوائد المنتجات. الله يبارك فيكم وحياكم، حياكم وبياكم، الله يبارك بالجميع. أستاذة هنادة تقول الله يبارك فيك أستاذ نادر، والله فرحتني، ما فرحتي ما بعطي لحدا، ما شاء الله حولك، الله يفتح عليك بتوح العارفين. أنتوا فعلاً يعني حقيقة عم تجاهدوا جهاد حقيقي وجهاد كبير جدا جدا جدا، اللي احنا معكم ان شاء الله تعالى الى النجاح بإذن الله. استاذ محمود نحن هنا بمصر نجاهد والله مع عدم وجود وكالة. استاذ محمود ما شاء الله حولك، انت سفير كمان ايضا، وهمة سفير، وصوتك سفير، وإلقائك سفير، وإيمانك إيمان سفير، والله لا أجامل، بحكي كلمتي الآن. لما قبل شوي وجهت نقد بناء للأستاذ إبراهيم، بحكيه أنا لأنه الآن مالي بصدد أني إجي أنا أمتدح على خطأ، بل أنا عم بمتدح على حق. الآن لما بسمع صوت مثل الأستاذ محمد محمود من مصر، صاحب همي، صاحب إمكانيات ما شاء الله بالتفاعل، صاحب فكر وموجود ببلد فعلا ما فيها وكالة، وبقول لك إن شاء الله تعالى سوف يكون هناك وكالة، ولكن المهم العمل. العراق العملاق النمبر 1 على الشرق الأوسط الآن بتكريم 20، طلع النمبر 1 على الشرق الأوسط، وكان بعام 2013 لا يوجد به وكالة، لا يوجد به وكالة. سبق الآن بدأ بال 2013، سبق البلدان اللي بلشت 2002 اللي هي الإمارات وهي الميدل إيست، هي الوكيل الحصري، سبق قطر، وسبق البحرين، وسبق الكويت، السعودية من أكبر أسواق دي إكس إن، سبق العراق. فالأصد وين؟ أصد إنه كان في نواة قادة، لأنه كان في نواة قادة بالعراق فقاموا بإنشاء الوكالة وقاموا برعايتها. الآن أيضا نفس الأمر، نحن لدينا نواة قادة ملهمين في مصر، وإن شاء الله تعالى حتكونوا أنتوا وبأيديكم وبإن شاء الله تعالى يعني التعاون فيما بينكم وبين إدارة دي إكس إم ماليزيا، حتكون الوكالة على أيديكم أنتوا يا أهلنا في مصر. الله يبارك بالجميع ويحفظكم. الأستاذ إبراهيم الحبيب شو عم يقول؟ عم يقول والله أنا كمان مؤمن بفكرة العمل ونظام الشركة، والله وأنا أخذ الشغل كعمل جانبي بس، ولكن عم أسعى لكون أحسن. أستاذ إبراهيم بحييك، أنا جدا جدا فخور فيك حقيقة، ولكن لما نوجه الملاحظة خدها مني كأخ كبير
وكمعلم وكمحب لمصلحتك. نحن بنفتح المايك للحماس لنبث الطاقة فيما بيننا، تمام؟ فلذلك بدي منك تجيني اللقاء الجاي جايب لي مع منك إنتاج، جايب لي مع منك قصة نجاح، وجايب لي مع منك تحفيز إلي ولشركائي ولشركائنا جميعا. الله يبارك فيك أستاذة هنادي ونراكم سفراء. عم تقول أستاذة هنادي شكرا لك أستاذة هنادي كلامك طيب، وإن شاء الله جميعا نوصل للسفارة، وهذا حلمي بإذن الله نصل بإذن ربك سبحانه وتعالى، نصل جميعا يدا بيد بإذن الله نوقف على أعظم مسارح دي اكس ان ونرفع الأيدي عاليا ونقول وصلنا إن شاء الله. إن شاء الله الأستاذ محمود إن شاء الله تعالى. الله يحفظك أخي إبراهيم. بعرف أنا نادر أسماء بعرف شو بالنسبة لك، عارف. الله يبارك لي فيك يحفظك، وأنت بتعرف غلاوتك عندي. طيب ربي يحفظكم جميعا. تعالوا نبدأ المسابقة، ثلاث أسئلة بثلاث أسئلة، وإن شاء الله تعالى نقلكم تصبحوا على خير. لقاءنا السبت مع ناجح إن شاء الله حيكون غالبا مع الأستاذ أبو وليد بإذن الله سبحانه وتعالى. خلينا نأخذ ثلاث أسئلة بساط. طبعا اتذكروا معمني انه الجوائز عم تكون اوتو استقطاب، تمديد الاوتو استقطاب للي مفعل اوتو استقطاب لكم او لشركائكم ست شهور هي الجائزة. الان يا شركاء النجاح، السؤال الاول ماذا يقول؟ السؤال الاول، احتفلت دي اكس ان في الامارات من كم يوم، احتفلت بشو؟ سؤال بسيط، سؤال بسيط. الله يبارك فيكم يا أستاذ محمد. بالإمارات احتفلت من كم يوم؟ بشو احتفلت الدي اكس ان؟ كان في احتفالية كتير كبيرة شاركت لكم الفيديو تبعها نسيتوها. لا جاوب الكل يجاوب، جاوبوا كلكم جاوبوا. أوكي جاوب. الله يبارك فيكم. يا سادة يا سيدات، هو الاحتفال تحت شعار دي اكس ان الشرق الاوسط ميدل ايست 20 عام، مرور 20 عام، وطبعا تزامن مع افتتاح المصنع. هذا الحمد لله رب العالمين، شرفنا رب العالمين بانه يكون في مصنع بالشرق الاوسط لدي اكس ان في الامارات، والمصنع التالي على الطريق في السعوديه ان شاء الله تعالى. فالاجابه الاولى عند الاستاذ قطيبه الحمد، بحييك يا ورد كمان الرائع الاستاذ قطيبه، صاحب الهمه وصاحب الابداعات وصاحب العزيمه والاستمرار معنا، الله يبارك بالجميع. نعم صحيح. طيب السؤال الثاني يا شركائنا ويا شركاتنا بالنجاح، وشكرا لكل مين جاوب صح، وشكرا لكل مين ما جاوب صح، وشكرا لكل مين قرب من الإجابة، كلها تكون ناجحين بالإجابات وحياكم الله. طيب الآن يا شركائنا ويا شركاتنا، السؤال الثاني خلينا نسأل عن منتجات الدي اكس ان. في منتج اسمه روسيال عصير، شو هذا؟ نعملكم اختبار بالمنتجات. لاحظت انا انه في معنى كانه شركاء وشركات مو متابعيني على اليوتيوب. انا نشرت الفيديو تبع الاحتفاليه على فكره على قناتي على اليوتيوب، اللي مو متابعني يفوت على اليوتيوب يكتب نادر عثمان دي اكس ان ويشترك بقناتي، فعل زر الجرس، فعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ان شاء الله. حلو رائع. اذا الاجابه الاولى عند الاستاذ حنان، مبارك استاذ حنان. نعم عصير كركديه. طبعا كل من عم يربح معي يراسلني بكره، تمام؟ يراسلني بكره عندك اشتراك اوتو استقطاب فعال، بمدد لكم اياه ست شهور. طيب حلو. الان السؤال مبارك الاستاذ حنان ايضا. الان السؤال الثالث بالاسئله السهله، الكورديسيبس مفيد وغذاء كثير موجه. ليش هو موجه بالضبط؟ كثير مهم على فكره الكورديسيبس، وموجه لموضوع معين.
كورديسيبس. يعني ما شاء الله حولكم معظمكم جواب صح. الجواب الصحيح اللي عند الأستاذ حنان سيف، بوجه لك تحية للتنفس، يعني للجهاز التنفسي. نعم كثير مهم، غذاء مهم جدا، ليس علاج، بين قوسين غذاء مهم جدا لإعادة ضبط الجهاز التنفسي. اللي عنده حساسية، اللي عنده الربو، اللي ما عنده أفضل، اللي ما عنده يتغذى ويحافظ على الجهاز التنفسي، هذا بيعمل سيكوريتي وبيبليك للجهاز التنفسي، رائع جدا. وايضا غذاء عام لكل الجسد ايضا، يعني بس هو دائما كل فطور من فطور دي اكس ان يغذي الجسد بشكل عام، ولكن بيركز ببعض الاوقات على اشياء معينه. اللي كتب للاعصاب العرف الاسد بيركز على الاعصاب يا جماعه، غذاء للاعصاب مهم جدا جدا جدا. اي نعم، العرف الاسد بيركز جدا جدا على الاعصاب. الله يحييكم، معظمكم إجاباتكم صحيحة، بتشكركم. أيضاً ثلاث أسئلة صعبين شوي، خلينا نصعبون. يلا جهزوا حالكم. السؤال الأول يا شركائنا، يا شركاتنا بالنجاح، هي للمتابعين معنا، في فرع جديد بتركيا حيفتح، وين؟ أنا ما صعبته، بس صعبته إنه مو متابع معنا على الجروبات ما له عرفه. حلو، فرع جديد لتركيا وين حيفتح؟ قريبا. فعلا الإجابة الأولى عن الأستاذ آيات، هو طبعا الأقرب هلأ بورصة عنتاب، بعده لسه ما أعلنوا عنتاب، بورصة أعلنوا حيصير في بورصة فرع جديد قريبا. والمبشر انه احنا لدينا ليدر قوي في بورصه، الاستاذ احمد خميس، نوجه له تحيه، وعنده فريق كبير، فهذا مبشر لانه نشوف الاستاذ احمد عم يعمل محاضرات ونشوفه عم يعمل نشاطات هو وفريقه هنيك، هذا مبشر جدا لفريقنا وكل الفرق اللي موجوده بالبورصه. طب ايضا سؤال مبارك طبعا للاستاذه ايات، مبارك للجميع بشكل عام، كلكم تقريبا جاوبتوا صح. الان السؤال الثاني، بدي هذا السؤال ارجع كرره كل مره اكرره انا بس مشان نضل نذكر فيه. متى المؤتمر القادم في تركيا، ومين حيكون معنا يا جماعه؟ مين من السفراء حيكون معنا؟ هذا الجواب، جاوبوني يلا، اتركوا التواريخ، اتركوا التواريخ. مين السفير اللي حيكون معنا بهذا المؤتمر؟ يا عيني، في مين جواب إجابة كاملة فوق دغري؟ الأستاذ آيات سعيد لازلو وجمال مسعدي، برافو عليك، صحيح، و20/10 أبدا جواب التاريخ و... حلو، رائع، مبارك عليك، ممتاز، مبارك على الجميع، وشكرا لكل مين جواب إجابة صحيحة أو غير صحيحة. صحيح الكلام، إن شاء الله تعالى 20/10 حنكون هني كلياتنا بإذن الله. جهزوا حالكم. بدي أرجع قبل ما أكمل الأسئلة مع حضراتكم، بدي أذكر بالتارجت. التارجت هو تحقيق يعني 1000 نقطة خلال 3 أشهر، يلي هن الشهر السابع والثامن والتاسع، واللي ما حقق عادي يعني بإمكانه هذا الشهر، المهم لنهاية هذا الشهر يكون كمل 1000 نقطة شخصية خلال هاي الفترة، 1000 نقطة شخصية، تمام؟ وأيضا يكون سجل 5 مباشرين عليه حقه، وكل واحد 100 نقطة، ويكون عنده مجموعة كاملة من السابق، يعني 2000 نقطة. هذا مهم جدا يا جماعة الخير، برافو عليك أستاذة آيات، هذا مهم جدا يا جماعة الخير، أنه فعلا يعني تحضروا معنا، كتير مهم 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 جدا جدا. المؤتمرات تصنع بداخلنا يعني المعجزات، يعني ما في مؤتمر طلعت منه إلا ما قفزت قفزات، سبحان الله، إنه يعطي شيء لا نحصل عليه بخارج هاي المؤتمرات، يعطي شيء من التحفيز، يعطي شيء من التدريب، يعطي شيء من الدافع المعنوي الكبير، من يعني سبحان الله، فعلا يخرج من المؤتمر الواحد لديه طاقات تكفي أن يصل بها سفير، سبحان الله. فكونوا معنا، لازم تكونوا معنا جميعا. خلينا نرجع سوية للسؤال الأخير إن شاء الله تعالى.
يا سادة يا سيدة، خلينا نرجع على الشات. الأخوة والأخوات جميعا بحييكم. الأستاذة آلاء عم تقول يا جماعة الأستاذة آلاء عم تاخذ خماسي، ربحت مرتين، ننصحكم الخماسي. والله الخماسي أساسا لازم يكون على طاولتنا دائما، يعني أقله المثلث الذهبي، أقله سبيرونا فطر ريشي المورنزي، وهذا الحمد لله على طول موجود. طيب الأستاذ سناء عم تقول لله الحمد، نحن سعيدين بانتسابنا لهذه الشركة، فعلا غيرت بحياتنا كثير أمور، وأولهم التعارف على شخصيات مهمة ومحترمة. ألف شكر لكم وعلى كل مجهود عم تبذلوه. نحن بإذن الله عم نحاول نعمل جهدنا بأن نوصل لنجاح، والله يجزيكم عنا كل خير. الله يبارك فيك أستاذة سناء أختنا الكبيرة، أنت كثير غالية على قلوبنا كلياتنا، بنتمنى لك السفارة وأنت أهل لذلك. شايفين أنتك، شايفين نشاطك، شايفين استمرارك، حقيقة نحن منقدرك ومنقدر مسيرتك ومسيرتك إلى النجاح، وأنت أخت كبيرة للجميع وفخورين بإنجازاتك، وتحياتي لك. ما شاء الله أنا عم بأخذ الكورديسيبس وفزت على سؤال كورديسيبس. أستاذة حنان بحييكي، الله يحييكم جميعا، تحياتي للأستاذ سناء وللجميع، كلاتكم حقيقة غاليين على قلوبنا، نجاحكم بخصنا، نجاحكم بهمنا، مسيرتكم المهنية مع دي اكس ان هي مسيرتنا واحدة، نجاحنا واحد، طريقنا واحد، إن شاء الله تعالى حنصل جميعا. يا رب. السؤال الثالث، أستاذة مريم تقول في واحد بيعمل في نفس شركتنا سألني أنت مين مدربك؟ قلت له الأستاذ نادر عثمان. جن جنان بسط كثير، قال لي حدا بيكون عنده الأستاذ ما بيكون معلم. الله يبارك فيك أستاذة مريم، يحفظك، الله يبارك فيكم يحفظكم. في عنا تحت 3-2-3-0، اشرح لي كيف نفتح فرع جديد. بالنسبة لفتح، يعني موضوع أنه يفتح فرع الواحد، يحتاج أول شيء يكون عنده من الماسي وطالع رتبة، وبيقدم طلب للشركة وبيستنى القبول من الشركة. إذا في قبول في عندهم شروط معينة بيعطوا لك إياها بالإيميل، بس طبعا يعني لازم يكون برتبة متقدمة. أيضا حياكم جميعا، حياكم، الله يحييك أستاذة مريم، بتشكرك على الشهادة الظريفة والله، وهذا أساسا من طيب أصلكم، وأكيد من خلال نقلكم لصورتنا والثقة اللي أنتوا واثقين فينا، ونحن إن شاء الله تعالى معكم بهي الثقة لنوصل إن شاء الله تعالى جميعا سفراء بإذن الله. طيب خلينا نسأل السؤال الثالث، شركائنا شركاتنا بالنجاح. السؤال الثالث خلينا نسأله عن مشان نذكر كمان، معلش مشان نذكر، نسأله عن التارجت يلي حكيت عنه شركة دي اكس ان تركيا بالنسبة لجائزة 100,000. مين بتذكر معي في عنا رحنا توزيع 200,000، يعني توزيع 200,000 هلأ قريبا، شلون بيوزعون، شو كانوا شروطهم، تتذكروا معي؟ هاتوا لنشوف مين بتذكر معي شروط توزيع 200,000 ومين ماشي بالتارجت. ما شاء الله حولكم، معظمكم جواب صح. طبعا كان اول جواب صحيح عند الاستاذة حنان، ايضا ما شاء الله حولك، اليوم عندك الدوبامين مرتفع جدا، التحفيز عالي والطاقة عالية ما شاء الله، وجميع شركائنا ايضا 400 نقطة شهر 7/8/9 صحيح كلامك، وانا متأكد انه جميع الحاضرين ملتزمين بالتارجت وعم يحققوا مشان يدخلوا بالسحب على هذا أو مستحب التوزيع على 200,000. حييكم جميعا يا شركائنا، حقيقة مبارك للأستاذة وللأساتذة ولكل الحاضرين، هي السهرة الحلوة الرائعة مع حضراتكم، كثير كنت سعيد، وأنا عم بستنى بالاستنية هاي الأيام، إذا بتجي علي بقول لكم خلينا نعمل كل يوم هي السهرة، بس بعرف أنه
لح نرهق بعض الأخوة اللي بيكون عندهم شغل تاني نهار ولساتهم بوظيفة أو كذا، أكيد بدهم يشوفوا عيالهم ويتعشوا وكذا. فأنا بنتظر دائما هي السهرات مع حضراتكم، لأنه فعلا تعطينا طاقة كبيرة. يعني بخرج من هذا اللقاء عندي ما شاء الله حافز أخذه من عندكم، وأنا متأكد أنه أنتوا أخذتوا حافز من عنا، فنحن بنحفز بعضنا، وهذا المقصود من هي السهرات، تحفيز التدريب، المتابعة سوية. دائما حرصوا يكون معكم شركاء جدد بهي السهرات، حرصوا يكون من شركائكم اللي انضموا معكم جديد أيضا حاضرين، حرصوا على أوقات اللقاء أنه تفوتوا عليها جميعا وتفوتوا جروباتكم، عملوا مسابقات، الله يبارك فيكم، عملوا مسابقات على الفوتي يلي بيحضر معكم مثلا من فريقكم لنهاية الشهر مثلا بيربح كذا مثلا، تعملوا سحب، الله يبارك بالجميع، كتير مهم جدا اعملوا تحفيز، لأنه للأمانة لا تبث الروح فينا وبالأعضاء الجدد إلا من خلال هاي اللقاءات. فسبحان الله مثل ما لاحظتوا معكم مثلا عضو جديد هلأ بلش يسمع الأستاذ مثلا قبل شوي أبو عمر شو حكى، الأستاذ مثلا عز الدين، الأستاذ بأسماءكم جميعا الكبيرة، الأساتذة والسيدات، تجاربهم تجاربنا، فبيبلش بتحمس للعمل، بلش بينطلق. لا يوجد روح، لا يوجد روح للتسويق المتعدد المستويات، بناء الفريق لا يوجد له روح إلا بهي الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات والتدريبات، هذا هو أساسا روح العمل بصناعتنا. يعني للأعمال الأخرى روح أو جو مختلف عن أجواء هذا العمل، أجواء عملنا والنشاط فيها والنجاح فيها هو متعلق بالاجتماعات، متعلق باللقاءات، بالتحفيز، متعلق بالمؤتمرات، هذا هو روح العمل. فلذلك حافظوا أنه فعلا كل لقاء يكون معكم شريك أو شريكين جداد وتدفعوا للحضور من خلال التحفيز بالفترة الأولى، من خلال الجوائز، من خلال تعملوا مسابقات على الموضوع، ومن ثم هنن ما عاد يتخلوا عنا أساسا. يعني مين بيحضر معي وبده يتخلى عنا؟ مين هاد؟ ما في. ربي يحفظكم جميعا، والله ربي يبارك فيكم، أراكم جميعا جميعا سفراء إن شاء الله تعالى، وأنتوا أهل ذلك، حياكم بياكم. شكرا لكل من كتب كلمة طيبة. طبعا أستاذ حنان فيكي ما عندك مشكلة أبدا، راسليني غدا تكرم عين زينك. الله يبارك بالجميع وبحييكم على الكلام الطيب يلي كتبتونا يا والورود اللي انبعتت، الله يجزيكم الخير كلكم، طاقة وإيجابية وحماس، ويعني غمرتونا بحبكم ويعني إيجابيتكم. بارك الله بالجميع وتصبحون على ألف خير، لقاءنا إن شاء الله تعالى مساء السبت مع ناجح إن شاء الله يكون أستاذ أبو علي. تحياتي للجميع، حاضر كل من اللي عندنا جائزة راسلنا غدا إن شاء الله، ربي يحفظ الجميع. السلام عليكم ورحمة الله، وجمعة مباركة. صفيان قديش لا يصير يوم الجمعة؟ صفيان ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.